السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنجدد ترحب بكم جميع المتدربين والمتدربات الكرام. دونك في هذا البارتي الثاني إن شاء الله عندنا واحد تيبي واحد آخر، فيه تقريبا حتى هو على ما أظن هذا فيه جوج ديال لي زيكزيرسيس غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم. ليكزيرسيس الأول مطلوب منا فيه أننا نصيب واحد لابليكاسيون اللي تأفيش لنا الأعداد من واحد حتى لعشرة، ولكن بهذا الشكل اللي هما الشكل اللي هو دياغونال بحال هذا الشكل. دونك كيفاش غادي نقدر نافيشي الاعداد بهذا الشكل هذا؟ وهنا راه دائما غادي نخدم غير بلا بوك الفور كما عطيت واحد لانوت هنايا في التحت ديال تي بي. دونك كيفاش غادي نجاوب على التمرين هذا، ولا كيفاش نقدر نحصل على بحال هذا الشكل هذا؟ غير واحد من الحلول وهذا هو السهل تقريبا فيهم على ما اظن. فشنو غادي ندير؟ نقدر نستخدم لي زيسباس ومع لي فالور ديال لي بوكل. هنا غادي نستخدم ماشي بوكل وحده، جوج ديال لي بوكل. الاولى شنو غادي دير؟ غادي تكون عندها اي واحد القيمه هذيك لا بوكل الاولى، والثانيه غادي تبقى الدور وسط لا بوكل الاولى، وهذيك الثانيه هي اللي غادي تبقى تحدد لي العدد ديال لي زيسباس. نعطيكم اكزومبل ونحاول يعني نختصر ما امكن. هنايا شنو غادي ندير؟ لا بوكل الاولى غادي نفترض سميتها اي، ياك، ولا بوكل الثانيه هي جي. لا بوكل الاولى غادي تبقى ديما محتفظه على نفس القيمه ديالها، هو واحد، مره غادي تكون تساوي جوج، مره ثلاثه، مره اربعه، ماشي مشكل. لا بوكل الثانيه كل ما دخلنا ليها شنو غادي يطرى؟ غادي تبدا لا بوكل الثانيه نفترض سميتها جي، غادي تبدا لينا من واحد حتى لشكون؟ حتى القيمه ديال اي، حتى القيمه ديال اي، وكاع الدورات ديال هاد جي هادو غادي يدار فيهم واحد ليسباس فقط. صافي غيدار واحد ليسباس بناء، يعني باش نعاود نلخص بواحد الطريقه واحده اخرى، يعني غادي نستخدم القيمه ديال اي وغادي نرجع ديك القيمه ديال اي، هو العدد ديال لي زيسباس اللي قبل من ديك اي عاد افيشا القيمه ديالها. يعني مثلا هنا مكتوبه واحد، واحد هو القيمه ديال اي، شحال من اسباس غادي يكون قبل منه؟ واحد ليسباس. مثلا نفترضوا هنا مكتوبه 6، 6 هي القيمه ديال اي، وهاد اي هادي شحال من اسباس الا حسبناهم قبل منها؟ راه غادي يكونوا 6 ديال لي زيسباس باش درتهم بالجي. علاش؟ لان الجي غادي تبدا من واحد حتى القيمه ديال اي، وغادي تدور العدد ديال الدورات اللي هو القيمه ديال اي اللي هو 6 مثلا في هذا ليكزومبل ديال 6. وهذوك الدورات كلهم غادي يهد لينا اسباس تبع اسباس تبع اسباس تبع اسباس، وفي الاخر فاش تسالي هاد الجي غادي نقولوا لاي افيشي لينا القيمه ديال دائما في نفس السطر، يعني ما يكونش واحد تحت واحد، في نفس السطر. عاد ديك الساعات ينزل السطر الاخر ويعاود نفس المهمه مع كل شيء. دونك انا هنا غير حاولت نبسط يعني الخوارزميه ولا الالغوريتم ولا الطريقه باش الميكانيزم باش يدي يخدم هذا الشيء. راه نشوفوا هذا الشيء دابا براتيك كيفاش غادي يكون. دونك براتيك غادي يكون بهذا الشكل هذا. غادي نحيد هذا الشيء كله، هو تقريبا كامل غادي نحيدو، نخلي كونسول بوان ريل كي هي اللي غادي تبقى. ومن بعد شنو غادي ندير؟ غادي ندير دابا لي فور لا لي بوكل. الاولى اللي هي اي، منين غادي تبدا لينا؟ من واحد، حيت غادي نافيشيو كما في تي بي من واحد حتى لعشرة. دونك من واحد، وهاد اي خصها تكون اصغر، فهمتي، اي خصها تكون اصغر او تساوي شكون؟ عشرة، لان خصها توصل لعشرة. ووسط هاد اي غادي نديرو بوكل وحده اخرى اللي هي الجي، والجي غادي تبدا مناش؟ غتبدا لينا من واحد، بلاتي، غتبدا من واحد حتى لشكون؟ حتى لعشرة. عفوا ماشي حتى لعشرة، وانما خصها تكون اصغر او يساوي القيمه ديال اي، ماشي حتى لعشرة. دابا كندوي على الجي، خصها تكون اصغر او يساوي القيمه ديال اي. بلاتي هنا خصني ندير الجي، جي جي مزيان، كما كاين شي ايرور هنا، بلاتي نشوف. صافي مزيان. هادشي فين غادي نكتبو دابا؟ وسط الجزء الاول غادي نكتبو فين؟ غادي نكتبو وسط لابوكل الثانية. علاش؟ حيت لابوكل الثانية الدورات ديالها كلهم غادي تبقى دير فيهم هي غير ديزي سباس، غادير لي سباس الاول بحال هاد الشكل باش يعني باش غير باش يعني يكون هذا عملي اكثر. فلابوكل الثانية شنو غادي دير؟ الا كانت مثلا القيمه ديالها هو 5، فغادي دير لينا لا بوكل الثانيه اللي هي الجي. الى مثلا اي القيمه ديالها هو 5، حيت هاد الجي هادي غادي عندها علاقه فين غادي توقف؟ بالقيمه ديال اي. الى اي كانت 5 فالجي هادي توقف حتى 5، يعني الجي غدور 5 المرات. دونك الجي غادي دير لينا 5 ديال لي زيسباس بحال هاد الشكل. عاد ديك الساعات افيشينا القيمه ديال اي اللي هي 5 بحال هكا.
ما عرفتش اش وصلتكم الفكره ولا لا. المهم كنتمنى تكون يعني الفكره وصلتكم. دونك شنو غادي ندير دابا؟ هنا غادي ندير سي دبليو في ولا كونسول. هاد المره ماشي رايت لاين، وانما كونسول بوان رايت. كونسول بوان رايت ماشي رايت لاين ولكن هي رايت. علاش؟ حيت هادشي هاد لي زيسباس كلهم راه غادي يدارو لينا غير فواحد السطر، في سطر واحد. دونك وهاد لي سباس راه غادي نديكلاري وسط اليمين، يعني نجي هنا وسط اليمين وندير اسباس في الاخر، غادي نسد فاصله من القوطه. بقات لينا حاجه واحده، هو تافيش لينا القيمه ديال اي. القيمه ديال اي راه ما يمكنش نديرها هنا وسط الجي. علاش؟ حيت الجي راه غادي تدور 5 دورات، يعني القيمه ديال اي غتافيش 5 المرات. انا خصنا شي طريقه عمليه. الحل الابرز واللي مخير هو انني ندير الكود اللي غيافيشي ليا القيمه ديال اي فين وسط لا بوكل اي وماشي جي، وسط لا بوكل يعني الكبيره ماشي لا بوكل الصغيره اللي في الوسط هنايا. علاش؟ حيت خصو تي خرج من هنا باش يتافيش هذاك الميساج هي مره واحده. وغادي ندير كونسول بوان هنا، هاد المره غادي ندير رايت لاين، رايت لاين، وغادي نافيشي القيمه ديال اي في الاخر دائما فاصله من قوطه. نشوف هادشي واش خدام ولا لا. ندير ستارت. دونك مزيان، اذا كما كتلاحظوا هو عطاني يعني نفس الشكل. هنا راه غير الفكره كنتمنى يعني تكون واضحه. ما عرفتش انا واش الفكره يعني واضحه ولا لا. اللي عنده شي سؤال شي استفسار شي حاجه ما واضحاش ممكن يصيفط ليا في الايميل ولا في يعني علق كومونتي في شي فيديو عفوا في شي كومونتير في التحت. راه نقدر يعني نجاوبو. بطبيعه الحال مع الديبار هادشي ما كيكونش ساهل، كيخصك تبقى تفكر وتعاود تحلل وتبقى تستخدم كل مره كتساوي اي قيمه وجي قيمه شنو غادي يطرى باش تقدر تفهم شويه بشويه. يعني يقدر في الاول يكون مستعصي الامر، ولكن غير تبقى تعاود هادشي بزاف ديال المرات راه غادي يجيك بطبيعه الحال ساهل. حيت كاينين شي حوايج في البروغراماسيون خصك تبراتيكي فيهم باش تفهمهم مزيان، اما الا غير كدوز عليهم راه ما غادي تفهم والو. ها انت فعلا انت كتعرف دابا تخدم تصيب لينا الكود واحد المره، ولكن فاش نحطه في شي بروجي ديال بصح ما تقدرش يعني تحرك فيه يديك. دونك هذا هو الحل ديال التمرين الاولاني. دونك ليكزرسيس الثاني غادي ندوزو ليه دابا. ليكزرسيس الثاني مطلوب منا واحد لابليكاسيون تافيشي لينا واحد الريزلت بهذا الشكل هذا ولا بهذا الكونسيبسيون هذا. تبقى ديما تزيد لينا بجوج، يعني جوج 4 6 8 10 12 حتى الاخر حتى 20 مثلا، هنا حتى 20. دونك كيفاش غادي ندير هنا؟ هذا الحل عنده جوج ديال هذا التمرين هذا عنده جوج ديال الحلول الابرز وساهلين في نفس الوقت. الاول هو هاد المره نخدم بلا بارتي الثالثه في لابوك الفور اللي هو لانكريمونطاسيون ونقول ليها بقى يزيد ليا بجوج اوكي. ولا الحل الثاني هو نفيريفي القيمه ديال اي الا كانت عدد زوجي تافيشا، كانت عدد فردي ما تافيشاش. علاش؟ حيت هنا راه كلهم اللي مافيشين غير اعداد زوجيه. واخا نجرب الحل الاول ديال لانكريمونطاسيون. دونك غادي ندير فور اي غادي تبدا لينا من زيرو. علاش؟ حيت هنا راه دابا غادي نبقى نزيد بجوج، اي غادي تبدا لنا من زيرو. اي خاصها تكون اصغر او يساوي شحال 20. غادي ندير هنا يساوي 20. و اي هاد المره ما غاديش تزيد لينا بواحد وانما غادي تزيد لينا بجوج. الحل كاينين جوج، يا اما ندير دوبل ديال ايكال هنا، وهاد الدوبل ايكال ما عرفش في لي فيرجون ديال سي شارب من 6 لتحت وقيلا ما خدامش، غير من 7 من الفيرجون 7 للفوق فاش خدام. المهم نتوما تجربوها عندكم. هاد دو بليس في الاول راه كيعنيو هذا كيعنيو العدد ولا الفاريابل اللي درت قبل من دوك جوج ديال لي بليس غادي تزاد ليه جوج. وهاد دو بليس راه كيستخدموا مع لي فاريابل اللي هما عدديين، يعني عباره عن اعداد بحال شكل ديال اي ان تي ولا فلوت ولا ولا طريقه واحده اخرى. بكل بساطه دوك لي زوبيراتور دافيكتاسيون اللي شفنا زائد تساوي جوج، وهذه راه اختصارا لهاد الشيء هذا هو اي تساوي اي زائد جوج. بكل بساطه كندير زائد يساوي جوج. اشنو غادي دار دابا هنا سي دبليو في القيمه ديال اي؟ بكل بساطه غادي ندير ستارت. هنا تافيشا زيرو، واخا نقدر ندير واحد الطريقه ما عندناش مشكل، نقدر نقول اي راه كتبدا من جوج ما عندناش مشكل، اي تبدا من جوج ماشي من زيرو. دونك مزيان، هانتوما كما كتشوفوا ها هو افيشاليه كاع الاعداد اللي هما زوجيه ولا افيشاليه جوج 4 6 بهاد يعني بهاد المنهجيه هادي حتى 20 كما
عندي في هاد البلاصه هادي. الحل الثاني اللي قلت لكم هو ديال نفيريفي العدد واش هو زوجي ولا لا، غادي ندير بحال هاد الشكل هذا، غادي نخلي كاع هنايا اي بليس بليس، ما بقاش تزيد لي بجوج، وغادي نشوف نفيريفي القيمه ديال اي هنايا باش نفيريفي يعني كونديسيون، اذا غادي نخدم باف اي الموديلو ديالها. هنا غادي ندير القسمه، ولكن شكون اللي بغيت في القسمه؟ ماشي الخارج وانما الباقي ديال القسمه، الباقي ديال القسمه ديال اي على جوج الا كان كيساوي زيرو يعني عدد زوجي. دير لينا لافيشاج كونسول بور رايت لاين لشكون اللي اي. غادي ندير ستارت ونشوف واش هادشي فعلا خدام ولا لا. دونك هادشي يعني راه خدام، كيعطيني لا فالو ولا يعطيني كيعطيني الريزلت بحال كما عطيتكم هنايا في التي بي. هاد جوج الحلول هما اللي ساهلين تقريبا. نتوما اللي عندو شي حل ممكن يشاركوا معانا، شي سؤال شي حاجه ما واضحاش ممكن تسولوها. دونك كان هذا يعني هو الجزء الثاني في هاد لابارتي هادي ديال الفور. كنتمنى هاد الفيديو هذا يكون خفيف على قلوبكم، كان شي استفسار شي حاجه ممكن تسولوا عليها، وبالتوفيق للجميع.